المادلينه ديالو اللي غنحتاجو فيها بيضه. مع البيضه غادي نحتاجو واحد 120 غرام ديال السكر سنيده، هي كاس عنبه عفوا ما عامرش. غادي نحتاجو 100 مليلتر ديال عصير البرتقال، هنا تقريبا واحد نص كاس، وزائد معلقه. غادي نحتاجو هنا 80 مليلتر ديال زيت المائده اللي فيه نص كاس قل واحد المعلقه، قلت بيضه، كيس سكر فانيلا، كيس خميره الحلوه يعني فيه 7 غرام 7 غرام، قشره ديال البرتقاله محكوكه، واحد ياغورت طبيعي فيه 110 غرام، و 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. طريقته سهله، وغادي نحتاجو مع هاد المكونات لي بيبيتو شوكولا. انا غادي نجيبو مكحلين، اللي ما عندوش ممكن يدير الشوكولاط محكوك اولا شوكولا فيرميسيل، لكن هادوك لي بيبيت كيبقاو زوينين. كندير البيضه، طريقه سهله كيف عودتكم دائما ديال لي مادلين، ما فيهمش الخدمه بزاف، ما كيبغيو لا طراب كهربائي الى يعني لا خلاط. البيضه درنا معاها هذاك السكر سنيده، زيت المائده، عصير البرتقال، كنديروا كل شيء في مره واحده. وغادي ندير هذا الياغورت، قلت غنضيف هذا الياغورت الطبيعي، ممكن ديروا عوضو ياغورت بنكهه الفانيلا. غادي نخلط هذه المكونات، غادي نضيف لهم قشور البرتقال، طريقه سهله ما فيهمش الخدمه بزاف. كنعرفوا ان المادلين اللي بغيتوهم يجيوكم ناجحين ما كيبغيوش تطرب بزاف والخدمه بزاف. غادي نضيف دابا هذاك 250 غرام ديال الدقيق، معاهم كيس خميره الحلوه 7 غرام، غادي نخلطهم. وكيف كنقول دائما العجين ديال لي مادلين ما خصهاش تكون خفيفه بزاف، هانتو كيف كتشوفوا. دابا غنجيب لي بيبيتو شوكولا، غادي نضيف واحد الكميه ديال لي بيبيتو شوكولا في العجين، وغادي نخلي شويه باش نزين. صافي دابا غادي ناخذ لي مول ديالنا ديال لي مادلين. انا غادي ندير هادو، ممكن ديروهم مباشره في الطاوه ديال لي مادلين، انا غنديرهم هادو، ما كيحتاجوش الطاوه ديال لي مادلين، فيهم كنطيبو ما كيديفورماوش. كتشوفوا هنايا بديت كنعمر، كناخذ طبعا المعلقه ديال الكلاص، هي كنهز بها لان كتجيني ساهله، كندير معلقه ونصف. هادو حيت كبار شويه، الا كانوا لي مادلين الكويغطات غير العاديين كنديروا غير معلقه. هاد ديال لي كلاص في المادلين عمليه بزاف، هانتو كيف كتشوفوا. صافي غادي نديرهم، غادي نمسح انا هادي مزيان، نزيدها في شي مول ما عامرش بزاف. هنا كيف كتشوفوا كملت عمرتهم. غادي ناخد دابا شويه ديال لي بيبيتو شوكولا وغادي نزوق بهم، هادي كتبقى غير اختياريه اللي بغى يديرها من الفوق. لي مادلين ديالنا ملي خرجتهم من الفران هانتو كي كتشوفو كيجيو عاليين وكيطلعو مزيان، تيجيو رطبين هانتو
فشفشين، هادو بحال ديال لي باتيسري ديال المحلبات، تيجيو لذاذ بزاف بزاف. نتمنى البنات اللي بغاو لي مادلين لوليداتهم في هاد الصيف البحر ينالوا الرضا ديالهم، وانا متاكده غادي يعجبوهم بزاف بزاف، لانه فعلا يستاهلوا التجربه. كيجيو اسفنجيين بزاف، وديك النسمه ديال البرتقال هانتو انا غادي ما غاديش غادي ندير غير المعلقه كايساي قدامكم باش تعرفوا شحال كيجيو رطبين. هانتو يعني كيجيو رطبين بزاف البنات، هانتو واسفنجيين من الداخل هانتو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم، تنال الرضا ديالكم وتعجبكم، وتجربوهم للوليدات ديالكم. الا عجبت الوصفه ما تنساوش ديروا بارطاج للوصفه، يعني تعاونوني في نشر الوصفات مع الاهل والاحباب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله. كيجيو رطبين بزاف بزاف. الى اللقاء.